مشاهدينا الكرام في كل مكان في مصر، اهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده ومتميزه من برنامجكم المفضل سر التفوق ومسابقه الاوائل التي اعتدنا طبعا من زمان جدا، بقالنا اكتر من شهر شغالين في المسابقه دي وبنجيب طلبه من اماكن كتير جدا في بلدنا. معانا النهارده فريقين جمال جدا متفوقين جدا، جايبين درجات كويسه قوي في الامتحانات، والنهارده المنافسه هتكون قويه بين الفريق الاحمر والفريق الاخضر. تعالوا الاول نتعرف عليهم. تعرف الفريق الاحمر؟ سما طارق علي. سما طارق علي. اياد ياسر. اياد ياسر. نهله شريف. نهله شريف. زياد سامر. زياد سامر. وطبعا انتوا عارفين ان المسابقه بتاعتنا بين الفريق الاحمر وبين الفريق الاخضر، كل فريق منكم هيكون له مجموعه من الاسئله هنتكلم دلوقتي وهنشوفها مع بعض، وكل فريق من الفريقين اللي هنتكلم عنهم دلوقتي كل الاسئله كل واحد هيبقى ليه سؤال هيقعد يقراه كده مع نفسه كده بالراحه، قدامك 30 ثانيه هيظهروا على الشاشه، بعد 30 ثانيه على طول تبدا ان انت تجاوب. جاهزين؟ طبعا ما تنسوش ان كل فريق من الفريقين عنده وسائل مساعده، في وسيلتين. اول وسيله موجوده عندنا هي حذف اجابتين، ودي هنشوفها على الشاشه حالا، حذف اجابتين. الوسيله الثانيه هي مده زمنيه اضافيه، بمعنى ان احنا عندنا كل سؤال بيكون له 30 ثانيه بنفكر فيهم، بعد 30 ثانيه بنبدا نجاوب. طيب هل فريق من الفريقين ممكن ان هو يختار او يطلب يعني مده زمنيه اضافيه؟ دي بتكون وسيله مساعده واحده بس. جاهزين؟ جاهزين. نبدا بالفريق الاحمر والفريق الاخضر. ها مين جاهز فيكم؟ الفريق الاخضر. طب يلا الفريق الاحمر بقى نبدا بيه. شوف مع بعض اول سؤال مشاهدينا الكرام بين الفريقين، طبعا الفريق الاحمر والفريق الاخضر، والمسابقه القويه جدا. هنشوف اول سؤال للفريق الاحمر وهنقول ركزوا كويس جدا، تمام؟ يلا نشوف مع بعض اول سؤال. في أي هذه الأماكن توجد المياه الجوفية في مصر؟ نفكر مع بعض، وبمجرد إن أنا أبدأ أعرض الاختيارات هتبدأ الـ30 ثانية بتاعتنا. نشوف مع بعض. البحر المتوسط، الصحراء الغربية، الصحراء الشرقية، نهر النيل. فكر كويس جدا. في أي هذه الأماكن توجد المياه الجوفية في مصر؟ وعندنا 30 ثانية هنشوفها حالا على الشاشة. 30 ثانية نبدأ نفكر مع بعض. في أي هذه الأماكن توجد المياه الجوفية في مصر؟ خلي بالكم من التايمر اللي موجود على الشاشة، قدامنا 18 ثانية. فكر كويس. المياه الجوفية، فكر كويس. ها نشوف قدامنا التايمر ونفكر كويس. الفريق الأخضر عارفين الإجابة؟ ها 2-1-0 فريق الاحمر، مين هيجاوب؟ يلا يا سما. الصحراء الغربيه. الصحراء الغربيه الاجابه رقم 2. متاكده؟ طب ليه مش الصحراء الشرقيه؟ هو احنا هنا اخترنا الصحراء الغربيه لان احنا لما درسنا في الدراسات كان عندنا اماكن كتير جدا للصحراء المياه الجوفيه موجوده فيها زي الواحات. ايوه. والواحات موجوده في الصحراء الايه؟ الغربيه. اجابه صحيحه، برافو عليك يا سما. وفعلا مشاهدينا الكرام هي الصحراء الغربيه، وبيفوز الفريق الاحمر بنقطه، وطبعا هنا اياد هيحط نقطه في البوكس الاحمر، وفي نهايه الحلقه هنشوف مين اكتر فريق طبعا اخد اكتر رقم من النقاط اللي موجوده قدام. طيب وبكده طبعا الفريق الاول فريق الاحمر برافو عليكم فزتوا نقطه. نشوف بقى الفريق الاخضر وسؤال مهم جدا. اي من مدن مصر الاتيه تعتبر متحفا مفتوحا؟ ركز كويس. القاهره، الاسكندريه، الاقصر، كفر الشيخ. الفريق الاخضر يفكر كويس، ركز كويس جدا، ركز كويس. ها تعاونوا كده مع بعض كده وشوفوا كده الاجابه، قدامنا 30 ثانيه نفكر كويس. فكروا انا بديكم الوقت بتاعكم كامل. ها 25 ثانيه نفكر. الفريق الاحمر عارفين الاجابه؟ محدش يتكلم، اوعى تتكلم كده انت هتكسر الفريق الاخضر بتاعك. جاهز؟ لسه قدامك 15 ثانيه نفكر كويس. اكيد لسه قدامك كام ثانيه؟ 7 ثواني. ما انا لازم اديك وقتك كامل عشان لما تغلط ما تقولش يا الوقت كان قليل. اتفضل. الاقصر. الاقصر الاجابه رقم 3،
وانت عارف ان فيها اثار كتير جدا. طب ليه الأهرام سميت متحفا مفتوحا؟ عشان فيها الأهرامات وأبو الهول. اهرامات يا راجل، حرام عليك، ده في الاقصر. الجيزة، في الجيزة. دي في الجيزه. انت بتهزر، الاقصر فيها معابد كتير جدا جدا، وملوك عصر الدوله الحديثه عملوا فيها معابد، لان زمان كانت بتسمى مدينه طيبه، صح ولا لا؟ اوعى تنسى الجيزه، الاهرامات وابو الهول في الجيزه. فعلا هي اجابه صحيحه، مدينه الاقصر، وبيفوز الفريق الاخضر بنقطه. نهله هتحط نقطه في البوكس الاخضر، وبكده بيتعادل الفريقين. ونشوف السؤال الثاني للفريق الاحمر، جاهز؟ يلا نشوف مع بعض. الجبل الذي يعتبر اعلى جبال مصر ارتفاعا هو؟ رقم 1 الشايب، 2 العوينات، 3 سانت كاترين، 4 جبل علبة. نفكر كويس، وقدامنا 30 ثانية نبدأ بعدها ان احنا نجاوب. خمسة وعشرين ثانية، فكر كويس، خد وقتك، خد وقتك كامل في التفكير. طبعا الفريق الاخضر اللي لو عارف الاجابه ما يتكلمش خالص. عارفين اعلى جبل هو ايه؟ او هتتكلم. الفريق الاحمر مركز كويس، ركز، قدامك 5 ثواني، 5 ثواني. الجبل الذي يعتبر اعلى جبال مصر ارتفاعا هو؟ يلا اتفضل، مين هيجاوب؟ اياد. يلا اياد. جبل سانت كاترين. جبل سانت كاترين. طب تقدر تقولي هو مكانه فين؟ شبه جزيرة سيناء. شبه جزيرة سيناء. طب ليه مش الشايب؟ لأن الشايب أعلى جبل في جزيرة سيناء فقط. أعلى جبل لا، في أعلى جزيرة جبل سيناء. البحر الأحمر. أعلى جبال الإيه؟ البحر الأحمر. البحر الأحمر. لكن جبل سانت كاترين أعلى جبل في قمة مصر، وفي جنبه دير اسمه دير إيه؟ دير سانت كاترين، صح؟ وفي جنبه كمان جبل اسمه جبل ايه؟ جبل موسى. جبل موسى، برافو عليكم، اجابه صحيحه، فعلا هو جبل سانت كاترين. وطبعا كلكم عارفين ان البرنامج بتاعنا هو برنامج مسابقات، وفي نفس الوقت هي معلومات ثقافيه اثرائيه كلنا بنستفيد منها، وكمان مشاهدينا الكرام بيستفيدوا منها وبيعرفوا هذه الايه؟ المعلومات. جاهزين؟ فريق الاخضر؟ نشوف؟ يلا. فريق الاخضر، سؤال الثاني للفريق الاخضر، في اي هذه الاماكن تقع هضبه مرمريكا؟ ركز كويس. الصحراء الغربيه، الصحراء الليبيه، الصحراء الشرقيه، سيناء. فكر كويس، قدامنا 30 ثانيه ونشوف الاجابه من الفريق الاخضر. ركز كويس، الفريق الاحمر ما يتكلمش خالص. الفريق الاحمر اياد شكله عايز يقول لهم يغششهم، صح ولا لا؟ اوعى تعمل كده اياد، عشان تبقى فيه كده منافسه وفيه فريق هو اللي فايز. ها جاهزين؟ قدامكم 18 ثانيه، بعدها على طول هنجاوب ونسمع الاجابه بتاعتكم. خلي بالكم، عند كل فريق من الفريقين عنده وسيلتين مساعده. في وسيله مساعده قلناها ايه؟ لائحة الإجابتين. ووسيلة تانية هي ايه؟ إضافة وقت. إضافة مدة زمنية. زيرو. اتفضل الفريق الأخضر. الصحراء الشرقية. الصحراء الشرقية الإجابة رقم 3، وبيخسر الفريق الأخضر نقطة، لأن طبعاً هضبة مرمريكا موجودة في الصحراء الغربية. خلي بالكم إن هضبة الصحراء أو هضاب الصحراء الغربية عندنا في الشمال الغربي، في هضبة مرمريكا، في عندنا كمان في الوسط هي الهضبة الوسطى، وفي الجنوب الغربي هي هضبة الجولف الايه؟ الجولف الكبير. نسيتوها ولا لا؟ احنا نسينا نحط النقطة. طب حط نقطة، انت نسيت تحط نقطة، حط نقطة. لكن هنا الفريق الاخضر بينقص نقطة، لان طبعا هي الصحراء الغربية. طبعا السؤال اللي جاي مشاهدينا الكرام للفريق الاحمر، وهو متقدم بنقطة على الفريق الاخضر، بس لسه المسابقة موجودة ولسه الحلقة بتاعتنا فيها أسئلة كتير قوي، يقدر إن هو يعوض الفريق الأخضر، يعوض الخسارة بتاعته. نشوف مع بعض. الفريق الأحمر، تعتبر مدينة الإسكندرية مركزا للآثار نار. نفكر كويس. القبطية، الإسلامية، الفرعونية، الرومانية. نفكر كويس، فريق الأحمر ركز كويس، قدامنا 30 ثانية، بدأ التايمر يشتغل، وقدامنا حوالي 23 ثانية. فكر كويس، مدينة الإسكندرية تعتبر مركزا للآثار، القبطية، الإسلامية،
الفرعونية الرومانية. تفكر كويس، قدامنا 6 ثواني. 4 3 2 1 0. تايم. يلا الفريق الاحمر. احنا بنقول الرومانية. انتوا بتقولوا الرومانية، متأكدين ولا يعني شوية؟ شوية شوية. طيب تقدري تقولي لي حاجة من الحاجات الرومانية او اثار من الاثار الرومانية اللي موجودة في مدينة اسكندرية؟ اللي هو الساحة الرومانية اللي هناك. الساحة الرومانية ولا نقول المسرح الروماني؟ المسرح الروماني. المسرح الروماني. برافو عليكم، الفريق الاحمر بيفوز بنقطة. الفريق الاحمر، هي فعلا مدينة الاسكندرية هي مركزا للاثار الرومانية، وبيفوز الفريق الاحمر، وبنحط نقطة في البوكس الاحمر عشان اياد ما ينساش مرة تانية. طيب جاهز الفريق الاخضر؟ تمام. شوف السؤال اللي بعد كده، فكر كويس، قدامنا 30 ثانية وكمان قدامنا وسيلتين مساعدة. نشوف مع بعض، في أي محافظات مصر توجد محمية الصحراء البيضاء؟ فكر كويس. القاهرة، الإسكندرية، الوادي الجديد، أسوان. نفكر. الصحراء البيضاء، محمية الصحراء البيضاء. فكروا. القاهرة، الإسكندرية، الوادي الجديد، أسوان. فكر كويس جدا، تعاونوا مع بعض كده وفكروا مع بعض كده. ها عندنا 4 اختيارات وقدامنا حوالي 18 ثانية. نفكر. الفريق الأحمر عارفين الإجابة؟ أوعى تتكلم. تمام. إياد شكله عايز يتكلم كده، ينقص نقطة على طول. ها الفريق الأخضر جاهز؟ فكروا كويس عشان ما تغلطوش مرة تانية. طيب قدامنا 3 ثواني، مين هيجاوب فيكو؟ زياد. يلا يا زياد اتفضل. الوادي الجديد. الوادي الجديد. طب ليه مش اسوان؟ محميه الصحراء البيضاء. متاكد يعني مش اسوان؟ اكيد. طب ليه مش اسكندريه؟ مفيش محميات في اسكندريه ومحميه الصحراء البيضاء مش موجوده فيها، ولا القاهره؟ ها لازم تكون متأكد من الإجابة بتاعتك. متأكد؟ إجابة صحيحة، برافو عليكم، هي الوادي الجديد، وبيفوز الفريق الأخضر بنقطة. برافو، وبيحط نقطة في البوكس الأخضر بتاعه. وفعلا مشاهدينا الكرام، من المحميات الجميلة اللي موجودة في الصحراء الغربية هي محمية الصحراء البيضاء في محافظة الوادي الجديد. السؤال اللي بعد كده للفريق الأحمر، وركز كويس عشان تحافظوا على تقدمكم. نشوف مع بعض السؤال اللي جاي. قناة مائية يتم حفرها لتوصيل المياه من النهر للأراضي الزراعية. نفكر مع بعض. الترعة، المصرف، القنطرة، السد. فكر مع بعض. طبعا احنا جايبين ناس اوائل النهاردة، يعني سما انت جايبه كام يا سما؟ في 300 من 300. بسم الله ما شاء الله عليكي في الشهادة الابتدائية. وطبعا انت جبت كام في المية؟ 99.3. طب دي حاجة جميلة جدا، المفروض بقى الأسئلة دي تكون جميلة بالنسبة لكم. ها قدامنا كام ثانية؟ 13 ثانية. الترعة، المصرف، القنطرة، السد. 2 1 0. تايم. مين هيجاوب؟ اياد. يلا اياد. الترعة. الترعة الإجابة رقم واحد. اختيار رقم واحد. متأكد؟ أكيد. طب ليه مش المصرف؟ لأن الترعة هي القناة اللي بيتم حفرها لتوصيل المياه من نهر النيل للأراضي الزراعية. تمام. طب المصرف، أنت فاكر المصرف؟ سامع قولي بقى. تخليص الأراضي الزراعية من المياه الزائدة. يعني هي قناة بيتم حفرها لتصريف المياه الزائدة عن الايه؟ الأرض الزراعية. برافو عليكم، فعلا الفريق الأحمر برافو بيكسب نقطة، هي فعلا الترعة. إجابة صحيحة 100%. شطار جدا جدا، وطبعا بناخد نقطة وبيفوز الفريق الأحمر بنقطة. والسؤال الجاي للفريق الأخضر. جاهز؟ جاهزين؟ يلا نشوف مع بعض السؤال اللي جاي. تعتبر أهم قناطر الوجه البحري في مصر. إسنا، القناطر الخيرية، أسيوط، نجع حمادي. فكر كويس. أهم قناطر الوجه البحري في مصر. خلي بالك عندنا وسيلتين مساعدة، لسه مفيش أي فريق من الفريقين استخدم هذه الوسائل. فكر كويس. الفريق الأحمر متقدم،
الفريق الاخضر لازم يحافظ على مستواه ويتقدم. نركز كويس. اسنا، القناطر الخيرية، اسيوط، نجع حمادي. امامنا 8 ثواني. فكر فكر كويس. ها جاهزين؟ تايم اتفضل. القناطر الخيرية، قناه الخيريه رقم 2. حد فيكم زار قناه الخيريه؟ لا. شفتوها؟ لا شفتهاش خالص. طب حد يعرف مين اللي بنى القناه الخيريه؟ مين اللي عملها؟ محمد علي. برافو عليك يا سما. محمد علي، برافو عليكي. وبيفوز الفريق الاخضر. برافو، هي فعلا قناه خيريه. بيفوز الفريق الاخضر بنقطه. برافو عليكم، وركزوا كويس علشان تحافظوا على مستواكم. فعلا مشاهدينا الكرام، هي القناطر الخيريه دي من محافظات او من قناطر التي توجد في محافظات الوجه البحري، واللي طبعا عملها هو محمد علي. ونشوف الفريق الاحمر. السؤال اللي جاي صعب جدا، ركزوا كويس. مدينه سياحيه ياتي اليها السياح وتقع على ساحل البحر الاحمر. نركز كويس. الاسكندريه، الغردقه، مطروح، دمياط. فكر كويس. اربع اختيارات. مدينه سياحيه على البحر الاحمر وياتي اليها السياح، الاسكندريه، الغردقه، مطروح، دمياط. فكر كويس. فريق الاحمر شطار، فريق الاخضر متميزين جدا، الاقوياء. ها فكر. قدامنا 13 ثانيه، خد وقتك. شفتوا كده في الامتحان لما بيقول لك المراقب بيقول لك خد وقتك في الاجابه؟ انا بدي لك الوقت بتاعك كامل في الاجابه. ها هنختار ايه؟ 3 ثواني، ثانيتين، ثانيه، تايم. مين هيجاوب فيكم؟ ايه يلا يا اياد. الغردقه. الغردقه رقم 2. طب تقدر تقول لي كمان مدينه موجوده على ساحل البحر الاحمر؟ شرم الشيخ. شرم الشيخ. ايه كمان؟ ها ايه كمان؟ يلا قول لي. في مدينة كده اسمها سفاجة، حد زارها قبل كده؟ لا. وفي دهب، صح ولا لا؟ مدن كتير جدا. برافو عليكم، الفريق الأحمر بيفوز بنقطة، وإياد بيحط نقطة في البوكس الأحمر بتاعه. فعلا مشاهدينا الكرام، من المدن السياحية اللي بتوجد على البحر الأحمر هي مدينة الغردقة، وفي كمان شرم الشيخ ودهب وسفاجة ومدن كتير جدا موجودة على ساحل البحر الأحمر. فعلا الغردقة، برافو عليكم. ونشوف طبعا الفريق الاخضر، والسؤال اللي جاي ركز كويس جدا فيه. شوف مع بعض، ركز. ها نهله مركزه، يلا نشوف مع بعض. تعتبر زياره الاهرامات من انواع السياحه نقط. ركز كويس. الترفيهيه، الثقافيه، العلاجيه، الرياضيه. ركز كويس جدا. ها عندنا أربع اختيارات: الترفيهية، ثقافية، علاجية، رياضية. وركز كويس جدا في الإجابات بتاعتك. الفريق الأحمر ممنوع الكلام خالص كده. على فكرة، على فكرة إياد كده شكلي هنقصها نقطة دلوقتي عشان طبعا هو عايز يجاوب، أنا عارف إن هو عايز يجاوب، بس ممنوع الكلام ده مش السؤال بتاعك. الفريق الأخضر قدامنا 10 ثواني. تعرف الإجابة إيه؟ فعلا؟ خالص. يلا الفريق الأخضر جاهز؟ تايم اتفضل. زياد. الثقافية. ثقافية إجابة رقم 2. متأكد؟ نهلة إيه رأيك في الكلام ده يا نهلة؟ هي فعلا ثقافية؟ موافقة على الكلام ده ولا لأ؟ لأ؟ مش يعني مش متأكدة؟ ها؟ الثقافية ولا الترفيهية؟ لأ، ما أنت قلت خلاص الثقافية. يبقى إجابة صحيحة. برافو عليك الفريق الأخضر، فعلا إجابة صحيحة هي الثقافية. على فكرة زيارة الأهرامات هي تعتبر من أنواع السياحة الثقافية عندنا. لكن في عندنا مثلا ماتشات الكورة اللي بتتعمل زي كأس العالم مثلا للشباب اللي بتتعمل عندنا في مصر، عندنا هنا، والبطولات الرياضية اللي موجودة دي بتعتبر سياحة رياضية. أما السياحة العلاجية زي مثلا الدفن في الرمال والنزول في المياه اللي هي المياه الكبريتية والعيون الكبريتية، الحاجات دي تعتبر سياحة علاجية. سياح كتير جدا بيجوا عندنا علشان إيه؟ علشان طبعا إن هما يتفسحوا وكمان يتعالجوا. فهمتوا إزاي؟ يبقى لما أروح أزور الأهرامات دي تعتبر سياحة إيه؟
ها ثقافية. ليه؟ عشان انا بعرف معلومات جميله ما كانتش موجوده قبل كده، بعرف مين اللي بنى الاهرامات وكم طوبه في كل هرم وحاجات كتير قوي، معلومات ثقافيه بنعرفها. تمام، برافو الفريق الاخضر، خدتوا نقطه. نهلة نسيت على فكره تحط نقطه في البوكس بتاعك. طيب السؤال اللي جاي طبعا مشاهدينا الكرام للفريق الاحمر، وركز كويس عشان السؤال ده قوي جدا. شوف مع بعض، تعتمد الزراعه في الواحات على مياه نهر، نركز كويس، نهر النيل، الامطار، الابار والعيون، بحيره ناصر. فكر كويس، مياه او الزراعه التي توجد في الواحات، وخلي بالك هتقولي الواحات الخمسه كمان بعد اذنك. واحده في واحد فيك انت يا هو هيقول لي الواحات الخمسه. الفريق الاخضر عارفين الاجابه؟ يعني ركز كويس، حد يتكلم. 10 ثواني الفريق الاحمر، ركز كويس. ها 10 ثواني، وصلنا لخمسه، اربعه، ثلاثه، اثنين، واحد، زيرو تايم. مين هيجاوب؟ انا. اتفضلي يا سما. الابار والعيون. الاجابه رقم ثلاثة، الابار والعيون. برافو، اجابه صحيحه، بيفوز الفريق الاحمر بنقطه. برافو، فعلا هي الابار والعيون. بس في واحد فيكم بقى هيقول لي الواحات الخمسه، والتاني هيقول لي الفرق بين الابار والعيون. يلا. الواحات الخمسه هي الدخله والخارجه والفرافره وسيوه. فاضل واحده، البحريه. برافو عليك. يلا قولي لي بقى الفرق بين الابار والعيون، لان اكيد في ناس كتير قوي بيتفرجوا علينا النهارده وعايزين يعرفوا ايه الفرق بين البئر والعين او الابار والعيون. يلا اتفضلي. الابار بتبقى زي قنوات كبيره لتحت محفوره، هي حفره بيتم حفرها يبقى فيها المياه الجوفيه، والعيون بتبقى بقع مائيه في الاراضي. تمام، بس على فكره انا عايز اقول لك على حاجه، الفرق بينهم هما الاثنين، ان الابار انت عارف ايه؟ طب قول لي ايه الابار؟ دي هو الانسان اللي بيتم حفرها. برافو عليك. اما الانسان العيون هو اللي هي بيحفرها بتنفجر بايديه، لكن العيون دي حاجه ده مصدر طبيعي للمياه الجوفيه، يعني تلاقي الارض كده سبحان الله، الارض كده ايه اتفتحت كده وطلع منها مياه اللي هي اسمها المياه الايه؟ مياه الجوفيه. يبقى اذا البئر ده مصدر بشري، الانسان هو اللي بيحفره، لكن العيون زي العيون الكبريتيه اللي موجوده عندنا واللي موجوده في دول كتير قوي، دي طبعا لربنا سبحانه وتعالى، ده بيكون مصدر طبيعي ربنا هو اللي عمله. برافو الفريق الاحمر، خدت نقطه، شطار جدا جدا. ونشوف مشاهدينا الكرام السؤال الجاي للفريق الاخضر، جاهز؟ يلا نشوف مع بعض. من اشهر القبائل التي تعمل بحرفه رعي الاغنام في الصحراء الغربيه، ركز كويس، أولاد علي، العبابدة، عامر، الشهري. ها فكر كويس، عندنا أربع اختيارات، أربع اختيارات، أولاد علي، ها العبابدة، عامر، الشهري، وطبعا تايمر قدامنا 30 ثانية. عارفين الإجابة؟ بجد؟ الفريق الأخضر؟ طب يلا قولوا بقى الإجابة بتاعتك، اتفضل. العبابدة. العبابدة الإجابة رقم اتنين، الصحراء الغربية إجابة خاطئة، لأن طبعا هنا القبائل التي توجد يا زياد في الصحراء الغربية دي بتكون اسمها أولاد علي، وموجودة في محافظة اسمها محافظة مطروح، لكن العبابدة بتوجد في الصحراء الشرقية، ودي بتكون موجودة أو القبائل دي بتعيش في منطقة الصحراء الشرقية حول هضبة اللي هي هضبة العبابدة اللي موجودة طبعا عندنا. يبقى أولاد علي موجودة في محافظة مطروح في الصحراء الإيه؟ ها؟ في الصحراء الإيه؟ الغربية. الصحراء الإيه؟ يبقى هنا بيخسر الفريق الأخضر نقطة، وخلي بالكوا لسه ما حدش فيكم استخدم وسائل المساعدة. نشوف مع بعض السؤال اللي جاي للفريق الاحمر، في اي هذه المناطق تقع واحة سيوة، ركز كويس، الصحراء الشرقية، الصحراء الغربية، شبه جزيرة سيناء، الصحراء البيضاء، وقدامنا 30 ثانية، قدامنا 30 ثانية، فكر فيها كويس. ها
لسه 24 ثانية، فكر كويس عشان ما تغلطش. ها، واحد سيوة، الصحراء الشرقية، الصحراء الغربية، شبه جزيرة سيناء، الصحراء البيضاء. فكر كويس قبل ما نجاوب. ها، جاهزين؟ عارفين الإجابة؟ ده الناس 5 ثواني. طيب مين هيجاوب فيكم؟ إياد. يلا يا إياد اتفضل. الصحراء الغربية. الصحراء الغربية الإجابة رقم 2 عبارة أو إجابة. برافو، إجابة صحيحة، هي فعلا الإجابة الصحراء الغربية، وبيفوز الفريق الأحمر بنقطة، وطبعا هنا متقدم الفريق الأحمر على الفريق الأخضر. برافو الفريق الأحمر، ركز كويس الفريق الأخضر، ركز كويس. السؤال اللي جاي سهل جدا. عندما تقوم بزيارة المساجد والكنائس تعتبر هذه السياحة ايه؟ خلي بالك، ترفيهية، دينية، علمية، ثقافية. فكر كويس الفريق الأخضر، فكر. قدامنا 30 ثانية، قدامنا 30 ثانية، ونشوف الإجابة بعد 30 ثانية. فكر كويس، ما تنسوش لسه قدامنا كل فريق ما استخدمش اي وسيلة مساعدة، صح ولا ايه؟ صح. ها، الفريق الاحمر عارف الاجابة؟ واحد يتكلم. الفريق الاخضر جاهزين؟ ها، متأكدين ولا ايه؟ اكيد. طيب قدامنا كام ثانية؟ 8 ثواني. يلا مين هيجاوب فيكم؟ انت ولا النهلة؟ انت، الدور عليك. طيب يلا اتفضل يا زياد. دينية. سياحة دينية طبعا هي عبارة صحيحة، برافو عليك، وبيفوز الفريق الأخضر فعلا بنقطة، هي السياحة الدينية، برافو عليك. بس حد ممكن يقول لي زي مثلا زيارة ايه موجودة عندنا في بلدنا؟ يعني السياحة الدينية زي ايه عندنا في بلدنا؟ يعني ممكن لما مثلا سائح يجي من بره، من دولة عربية أو دولة أجنبية، وحب إن هو يزور، يعني سياحة دينية، ممكن يزور مساجد ايه عندنا في بلدنا؟ ممكن مسجد عمرو بن العاص، برافو. ها، ايه كمان؟ ممكن كمان يزور كنائس، صح ولا لا؟ تمام، زي مثلا كنيسه ايه مثلا؟ ماري جرجس، برافو. ممكن يروح يزور دير سانت كاترين، تعتبر برضو من الاديره المهمه اللي موجوده عندنا. كل دي بتعتبر سياحه ايه؟ دينيه. برافو عليكم، شطار جدا كده، لازم ناخد بالنا. برافو الفريق الاخضر بيفوز بنقطه. نهله ممكن تحطي نقطه، برافو يا نهله. ونشوف السؤال اللي جاي للفريق الاحمر، جاهزين؟ يلا نشوف مع بعض السؤال. المدينة الساحلية التي تعتبر من المدن المليونية، نفكر. القاهرة، الإسكندرية، الأقصر، أسيوط. وقدامنا 30 ثانية نفكر فيها كويس مع بعض. برافو الفريق الأحمر، متعاون جدا وبيفكروا مع بعض. نفكر كويس. ها، القاهرة، الإسكندرية، الأقصر، أسيوط. فكروا كويس. قدامنا 15 ثانية. ها، جاهزين؟ الفريق الأحمر 4 ثواني، 3 2. مين هيجاوب؟ أنا. يلا اتفضلي يا سما. تبقى الإسكندرية. الإسكندرية من المدن المليونية، طب ليه مش القاهرة يا سما؟ لأن هو خلي بالك إن القاهرة برضو مليونية، صح؟ بس هو اللي بيقول لي المدينة الساحلية. برافو عليك يا سما، فعلا لو قال لي مدينة مليونية فقط يبقى تنفع القاهرة وتنفع كمان إسكندرية، صح ولا لأ؟ لكن هو قال مدينة ساحلية مليونية. برافو الفريق الأحمر بيفوز بنقطة، وإياد بيحط نقطة في البوكس الأحمر بتاعه، نقطة واحدة إياد مش اتنين، ها؟ عشان أنا عارفك. فعلا مشاهدينا الكرام، فعلا هي مدينة ساحلية مليونية، هي مدينة الإسكندرية، وبكده بيفوز الفريق الأحمر بنقطة. والسؤال الجاي للفريق الأخضر، جاهزين ولا لأ؟ جاهزين أكيد. ها، نهلة تبتسق في كلامه ولا لأ؟ في إجابته ولا شوية شوية؟ لازم تكونوا متعاونين طبعا. يلا نشوف مع بعض. رياح شديدة وأمطار غزيرة تسبب في تقلب او تتسبب في تقلب الجو وتستمر لعدة ايام، نفكر مع بعض. فيضان، الحرارة، نواة، الطقس.
نفكر مع بعض ونشوف الإجابة بعد 30 ثانية، بعد 30 ثانية من عرض السؤال. ها طبعا الابتسامة بتضحك كده، خلاص كده انا اطمنت ان انت عرفت الإجابة صح. طب يلا فكروا مع بعض، قدامنا لسه حوالي 15 ثانية يمكن إجابتك تطلع خاطئ. ها جاهزين؟ 5 ثواني. ها نهلة متأكدة من الإجابة؟ نهلة أكيد. يلا اتفضل. نواد. نواد رقم كام؟ 3. طب قول لي مدينة ساحلية بتوجد فيها النواد وهديك الدرجة على طول. فكر. مدينة ساحلية. شفت السماء بترفع إيديها؟ اه عايزة تجاوب، شاطرة جدا. ها فكر. مدينة ساحلية زي ايه مثلا؟ الاسكندرية. زي من الاسكندرية، برافو عليك. هي فعلا مشاهدينا الكرام هي النواة، ودي بتوجد طبعا على ساحل البحر الايه؟ ها؟ المتوسط ولا الاحمر؟ المتوسط. المتوسط، لان طبعا مفيش نواة موجودة عندنا على البحر الايه؟ الاحمر، لان طبعا الجو هناك بيكون هادي. فعلا الفريق الاخضر كده بيفوز بنقطة، ممكن نحط نقطة في البوكس الاخضر. نهلة بتنسى وهتخسر الفريق بتاعها. برافو الفريق الاخضر، فعلا هي نواة، ومن اكتر مدن طبعا اللي بتتعرض للنوات عندنا هي مدن الساحل الشمالي زي مدينة الاسكندرية. ونشوف السؤال اللي جاي للفريق الاحمر، جاهزين ولا لا؟ جاهزين. يلا نشوف مع بعض. في اي هذه المناطق الاتية تنتشر الشعاب المرجانية؟ نفكر كويس. البحر الاحمر، البحر المتوسط، نهر النيل، بحيرة ناصر. فكر كويس، ضمن 30 ثانية. ها فكر كويس قبل ما تجاوبوا. فريق الاحمر يفكر كويس، قدامنا 30 ثانية. شوف فرحانين، هم متقدمين بنقطتين، فتبسط ليهم ايه؟ واثقين من اجاباتهم كمان الفريق ده. ها جاهزين؟ فريق الاحمر، فريق الاحمر فاضل 4 ثواني. مين هيجاوب فيكو؟ مين؟ اياد؟ يلا يا اياد اتفضل. بتتواجد في البحر الاحمر. طيب برافو، هي فعلا اجابه صحيحه، هي البحر الاحمر. شطور جدا الفريق الاحمر، هي اجابه البحر الاحمر. برافو الفريق الاحمر. وعايز حد يقول لي بقى ليه الشعاب المرجانيه مش موجوده غير في البحر الاحمر بس، او مش موجوده في البحر المتوسط او اي مكان تاني؟ بسبب هدوء المياه وصفائها، وبسبب ان المياه هناك يكون درجة حرارة دافية شوية. كويس جميل. طب ده مش موجود في البحر المتوسط؟ لا. طيب انت بقى هتقولي هل الشعاب المرجانية دي مهمة في جذب السياح؟ ازاي بقى؟ فكر. ها طبعا هي اجابة صحيحة، وانت خدت النقطة، خلاص انت خدت النقطة بتاعتك، برافو عليك. لكن تقدر تقولي ليه الشعاب المرجانية بتعتبر حاجة مهمة قوي في جذب السياح؟ أولنا؟ لا. طيب سما تعرف؟ عشان ألوانها وأشكالها الجميلة. جميل، وبتجذب السياح من كل مكان. فين؟ في العالم. عشان بيجوا عندنا يعملوا رياضة. ها؟ الغطس. الغطس أو الغوص. برافو، فعلا بينزلوا تحت المية وبيتفرجوا على الشعاب المرجانية. برافو الفريق الأحمر، شطار جدا جدا، بياخد نقطة الفريق الأحمر وبيتقدم. ونشوف الفريق الأخضر، جاهزين؟ هسألك سؤال تاني دلوقتي، خلي بالكم. يلا شوف مع بعض. من العادات السلبية لسكان البيئة الساحلية، نشوف مع بعض العادات السلبية: التعاون، الشجاعة، الصيد غير القانوني، كل ما سبق. نفكر مع بعض. ها من العادات السلبية لسكان البيئة الساحلية، فكر مع بعض: التعاون، الشجاعة، الصيد غير القانوني، كل ما سبق. نفكر كويس، فكر كويس قبل ما نجاوب. نفكر كويس قبل ما نجاوب. التعاون، الشجاعة، الصيد غير القانوني، كل ما سبق. ها عادات السلبية. اتفضل مين هيجاوب فيكو؟ يلا يا نهلة. الصيد غير القانوني. الصيد غير القانوني، برافو عليكي، فعلا هي الصيد غير القانوني، وبيفوز الفريق الأخضر بنقطة. برافو عليكي يا نهلة، ممكن تحطي نقطة في البوكس بتاعك. برافو عليكي. طب حد يجي يقول لي بقى الصيد غير القانوني فعلا هي من العادات السلبيه، صح؟ طب ايه كمان من العادات السلبيه؟ ايه من الحاجات الوحشه اللي بيعملها بعض سكان البيئه الساحليه
في المكان اللي هم عايشين فيه. اتفضل يلا يا إنزين. الهجرة غير الشرعية. الهجرة غير الشرعية، برافو عليك. طيب ممكن أقول بقى إن في مشاكل دي للسكان، في مشاكل للبيئة، صح؟ زي بالظبط إيه؟ تصريف المخلفات بتاعتها فين؟ ها؟ في مياه البحر، صح ولا لأ؟ مش كده؟ مش لما يكون في مصنع أو يكون في بيت مثلا وبيرمي المخلفات بتاعته، بيرمي مثلا مياه الصرف الصحي في مياه البحر، ده يعتبر تلوث، وده طبعا عادات سلبية موجودة وعادات سيئة جدا موجودة هناك. برافو عليكم. ونشوف مع بعض الفريق الأحمر، وسؤال قوي جدا، وطبعا شوف مع بعض كده، في أي المدن يوجد المسرح الروماني؟ طبعا لسه قايلينه، وده سؤال سهل جدا أنا عارف، صح؟ لسه قايلينه من شوية، القاهرة، كفر الشيخ، مطروح، الإسكندرية. وهو نفس الفريق برضه هو اللي جاوب، ويلا نقول على طول عشان انتوا جاوبتوه في الأول خالص، هي مدينة الإسكندرية. برافو عليكم، طبعا مش محتاجين تايمر، خلاص انتوا عارفينه، مدينة الإسكندرية فعلا يوجد فيها المسرح الروماني، وتعتبر منطقة مهمة جدا للآثار الرومانية. برافو عليكم الفريق الأحمر، ممكن تحط نقطة في البوكس الأحمر، أنا ما بتنساش انت على فكرة، يعني إياد ما بينساش خالص. طيب نشوف مع بعض الفريق الأخضر، جاهزين؟ من المعادن الهامة في مصر ويستخرج من مناجم السكري بمصر. نشوف مع بعض ونركز، محدش يتكلم. الحديد، الذهب، الفوسفات، الفحم. فكر كويس الفريق الأخضر، قدامك 30 ثانية نفكر فيهم كويس. و الفريق الأحمر ما يتكلمش، هنقصك نقطة دلوقتي. لو لقيت حد بيتكلم وهم بيجاوبوا هنقصك نقطة، خلي بالك، عشان طبعا هم محتاجين يفكروا كويس قوي. قدامنا 15 ثانية، الفريق الأخضر، ها؟ تعاونوا مع بعض كده وفكروا مع بعض واتكلموا وشوفوا. عارفين الإجابة؟ أكيد. يعني هنا الحديد ولا الذهب ولا الفوسفات ولا الفحم، مين فيكم هيجاوب؟ يلا زياد. الذهب. الذهب رقم 2. طيب تقدر تقول لي في اي من الصحراوات اللي موجودة عندنا، شرقية ولا غربية؟ فكر كويس. الشرقية. الشرقية، برافو عليك، وفعلا هي الذهب. بيفوز الفريق الاخضر بنقطة، برافو عليك، فعلا هي الذهب من المعادن المهمة جدا، واللي موجودة فين؟ ها؟ في مناجم الايه؟ السكري، في الصحراء الشرقية طبعا على جبال البحر الأحمر. فعلا برافو عليكم الفريق الأخضر، وبيفوز بنقطة، حطيت نقطة، جميل. شوف الفريق الأحمر، التاريخ بقى، ركز بقى في التاريخ. ولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم في عام نقط، نركز كويس، عام الفتوحات، النصر، الفيل، الحزن. ركز كويس جدا، نركز ونفكر كويس جدا، ها؟ في اي عام؟ نفكر، قدامنا طبعا 30 ثانية، تايمر شغال، ها؟ جاهزين؟ يلا نفكر 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 مع بعض. طيب نشوف الفريق الأحمر، جاهز؟ يلا 5 ثواني، هديك وقتكم خالص يعني كامل علشان محدش يقول انا اتفضل. مين هيكلم؟ مين هيجاوب؟ اياد، يلا اياد. ولد في عام الفيل. برافو عليك، في عام الفيل. طبعا انتوا فاكرين ليه سمي بعام الفيل، صح ولا لا؟ اللي هو ابرهة الحبشي لما حاول انه يجمع جيش كبير من الافيال ويروح علشان يهد الايه؟ الكعبة. وطبعا هنا ربنا سبحانه وتعالى طبعا ارسل عليهم طيرا ايه؟ ابابيل، ترميهم بحجارة من شجيل فجعلهم كعصف مأكول. برافو عليكم، هي فعلا اجابة صحيحة مشاهدينا الكرام، هي عام الفيل. برافو عليكم، بيفوز الفريق الاحمر بنقطة. ونشوف الفريق الاخضر، اول غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم هي غزوة نار، ركز كويس. 1 احد، 2 تبوك، 3 بدر، 4 الخندق. خلي بالك، اول غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم، وهتقولي إنها
هزم فيها المسلمين ولا فاز فيها المسلمين؟ فكر كويس. احد، تبوك، بدر، الخندق. قدامك بالظبط 18 ثانية. نفكر كويس. الفريق الاخضر جاهزين؟ 7 ثواني. ها خد وقت. طبعا مفيش ولا فريق فيكو استخدم وسائل المساعدة بتاعتك. اتفضل، مين هيجاوب؟ بدر. بدر، طب انت فاكر كانت كام هجرية؟ لا. مين فاكر يا اولاد كانت سنة كام هجرية؟ 2 هجرية. برافو برافو، فعلا بيفوز الفريق الاخضر بنقطة. حط نقطة في البوكس الاخضر بتاعك. هي فعلا طبعا هي غزوة بدر. مشاهدينا الكرام، بيفوز بنقطة الفريق الاخضر. ونشوف السؤال اللي جاي للفريق الاحمر. الزعيم المصري الذي قاد الكفاح ضد الانجليز والخديوي توفيق. ركز كويس. سعد باشا زغلول، احمد عرابي، مصطفى كامل، محمد فريد. نفكر كويس جدا، قدامنا 30 ثانية. نفكر فريق الاحمر، نركز كويس جدا ونشوف الاجابات اللي موجودة قدامنا. اختيارات، ها، سعد زغلول، احمد عرابي، مصطفى كامل، محمد فريد. نركز كويس جدا فيهم. اكتر حاجه عجباني الفريق الاحمر ان هما يعني بيتعاونوا مع بعض كده وبيتكلموا وبيتناقشوا وفي الاخر الاجابه بتطلع خاطئه. لا طبعا دايما بتكون صحيحه. مين هيقول فيكو؟ انا. يلا يا سامي. هيبقى احمد عرابي. احمد عرابي، طبعا احمد عرابي اجابه صحيحه 100%، وفعلا هو اللي قاد الكفاح ضد الخديوي توفيق والانجليز. وقلت لي جمله مشهوره جدا قالها احمد عرابي، فاكره؟ انا فاكره المطالب. لا لا لا، انا عايز الجمله اللي قالها احمد عرابي للخديوي توفيق. مين فاكر؟ انا عارفها بس. فريق الاخضر لو عرف الجمله دي هديله نقطه من عندي. قول اللي انت، احنا قلنا نقطه. لا انتوا خلاص خدتوا نقطه، اتفضل خد نقطه بتاعتك. ها اخدت النقطه بتاعتك، برافو. يلا مين عارف؟ انا عارف. النقطه دي مني انا ليكوا بقى. الفريق اللي هيفوز هياخد نقطه. ايه الجمله المشهوره قوي اللي قالها احمد عرابي للخديوي توفيق في مظاهره عابدين؟ اهو سهلتها عليكم. فاكرها. عارف زياد؟ هو بس اقول لك يعني، قال له احنا مش خدامين عندك. قال له احنا مش خدامين عندك. لا هي مجملها صح على فكره. زياد صح، بس انا عايز الجمله يعني هو قالها ازاي؟ يعني قالها كده بطريقه جميله قوي. كانت في المقوله المقصوره. حد فيكم عارف؟ انا حد. خلاص اقولها انا واخد انا النقطه ليه؟ ايه رايكم؟ طبعا خديوي توفيق هنا لما في مظاهره عابدين لما وقف قدام احمد عرابي وطلب منه مجموعه من المطالب، خديوي توفيق قال له ايه؟ قال له ليس لكم حق في هذه الايه؟ المطالب، وما انتم الا عبيد احساننا. فرد عليه بقى احمد عرابي ورد عليه وقال له ايه؟ لقد خلقنا الله احرارا ولم يخلقنا تراثا او عقارا، فوالله الذي لا اله الا هو لا نورث ولا نستعبد بعد اليوم. طبعا دي اشهر جمله قالها احمد عرابي للخديوي توفيق. طبعا اجابه صحيحه للفريق اللي مين؟ فريق الاحمر والاخضر. فريق الاحمر، برافو احمد عرابي. وطبعا السؤال اللي جاي للفريق الاخضر، ركز كويس. دخل الانجليز مدينه القاهره 1882 بعد معركة نقط. ركز كويس. الإسكندرية، التل الكبير، كفر الدوار، شبرا خيط. وركز في السؤال الأخير للفريق الأخضر، ركز كويس. طبعا السؤال الأخير في مسابقتنا النهاردة عشان طبعا نعد النقاط ونشوف مين الفريق الفائز. دخل الإنجليز مدينة القاهرة 1882 بعد معركة نقط. الإسكندرية، التل الكبير، كفر الدوار، شبرا خيط. يلا ها جاهزين الفريق الأخضر؟ احنا عايزين نحذف إجابتين. تحذف إجابتين، أنا هنشوف مع بعض حذف إجابتين. نشوف كده مع بعض هنحذف لك الرقم كام. رقم نشوف مع بعض كده كنترول هيحذف لك. طبعا هنا كنترول حذف لك اجابتين، فاضل كفر الدوار وشبرا خيط.
فكر كويس. ها كفر الدوار. كفر الدوار اجابه صحيحه، برافو عليك. فعلا بيفوز الفريق طبعا الاخضر. نشوف مع بعض طبعا كفر الدوار. طيب مين فيكم بقى هيقول لي احمد عرابي؟ بص معايا بقى، ركز كويس. احمد عرابي التل الكبير، صح ولا لا؟ اجابه خطا. نشوف مع بعض. طيب مين فيكم الفريق الاحمر؟ كام نقطه بقى؟ شوف لي كده معايا. ها شوف كام نقطه. ها يلا، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة احداشر اتناشر تلاتاشر. شوف الفريق الأخضر طبعا تلاتاشر نقطة الفريق الأخضر. شوف بقى الفريق الأخضر، واحد اثنين ثلاثة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة، وكده طبعا الفريق الاحمر بيفوز على الفريق الاخضر. بشكركم جدا. شكرا يا سما. شكرا يا اياد، صح كده اياد مظبوط. شكرا يا نهله. شكرا جزيلا يا زياد. وطبعا انتوا الفريق الفايز، فريق الاحمر، برافو عليكم. فريق الاخضر هارد لك، وان شاء الله حلقات جايه ان شاء الله تكسبوا معانا وتفوزوا معانا. مشاهدينا الكرام، كانت المنافسه قويه جدا جدا بينهم النهارده، وفيها فاز طبعا الفريق الاحمر على الفريق الاخضر. منافسه شريفه جميله، كلهم اصحاب طبعا، ولكن لازم يكون في فائز. بشكركم جدا، ونشوفكم في حلقه جديده جايه ان شاء الله. الى اللقاء.